عبد الفتاح السيسي لكل حاجة عملها في البلد، إن كان قافلة أو إن كان سكن أو إن كان أي حاجة في أي شيء. نشكر عبد الفتاح السيسي ونشكر اللي عمله كله في البلد، كان في شمال سيناء أو في القاهرة أو في حلايب أو في سيناء أو في البحيرة أو في اسكندرية أو في وادي نطرون. نشكر عبد الفتاح السيسي. الناس اللي هم مالهمش تأمين صحي، كل واحد ببطاقته برقم تليفونه، أي حد من هنا كله بياخد وضعه. كل الأهالي من مركز تل بارود وخارج مركز تل بارود، أي قرية من أي تبع مركز تل بارود، كل واحد بياخد حقه. ماشي، الأهالي أو غير أهالي.